نعرف بأن هذه الفئة يعني أقصيت يعني طولا وعرضا يعني بقطاع التربية، ولهذه الأسباب أنا أقول من على هذا المنبر لصناع القرار أن يعجل بتلبية المطالب لهذه الفئة التي أقصيت يعني من حقوقها المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية. أهم مطلب هو يعني الإدماج الفعلي لا الشكلي، الإدماج الفعلي لهذه الفئة يعني في السلك التربوي وتحقيق جميع المطالب المادية.